هل الإعلام الإلكتروني فاست فود الصحافي مثل ما بيقولوا؟ هل انتهى عهد الجريدة وريحة الحبر وصوت القلم وفنجان القهوة على صوت فلفشة الورق؟ هل سكرت المطابع وقفلت عزغل مانشات الصفحة الأولى ونام الخبر تيصحى على صفحة إنترنت ولابتوب وويب تي في؟ هل صحيح إنه الإعلام الإلكتروني أساء للصحافة التقليدية أم دفع بهالصحافة لمطارح أبعد بكتير من المتوقع لدرجة تحريك الثورات النايمة بالعالم؟ هل نجح المؤتمر الأول للإعلام الإلكتروني لنظمته دائرة الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية للتوصل لأجوبة عن أسئلة كتيرة طرحها المؤتمر وبيطرحها الإعلاميين وين ما كان؟ إن أكبر دليل على أهمية المواقع الإلكترونية كون جميع وسائل الإعلام من صحف وإذاعات وتلفزيونات ومعظم الأحزاب والتيارات السياسية تلجأ إليها وتعتمدها كوسيلة ضرورية للتواصل مع قرائها ومستمعيها ومشاهديها أو لمخاطبة جمهورها وترسيخ علاقتها به. أن الإعلام الإلكتروني بات قطاعاً قائماً بذاته بعدما نما وتطور على مدى سنوات، فاختمرت تجاربه وأضحى محط أنظار الجميع. خطأ كتير كبير نفتكر أن الإعلام الإلكتروني سينوب عن الإعلام التقليدي. خطأ نجرم الإعلام الإلكتروني، لأنه هذا بذكرني بشيء بنمارسه كلنا، الفاست فود ما له علاقة بالجاسترونومي. كلام رمزي نجار أثار حيوية كبيرة بالجدل وبمداخلات الزملاء، وخصوصا الدكتورة ميشا دياء اللي اعتبرت بعض الكلمات تحمل ما يشبه الحقد أو المحاسبة للإعلام الإلكتروني، خصوصا لناحية تشبيهه بطبق فاست فود. إعلاميين آخرين اعتبروا أنه لولا الإعلام الإلكتروني لما تحركت ثورات الربيع العربي، بحين أكد زملاء وخصوصا العاملين بصحف مطبوعة أنه مهما تطور الإعلام الإلكتروني بيبقى الشوق للصحافة التقليدية يلي أسست ثورة الإعلام بالعالم بيبقى شوق كبير مهما تقدم فينا الوقت. بينحكى على الإعلام الإلكتروني في باب مخصص باقتراح القانون للإعلام الإلكتروني، وهالاقتراح القانون كان فيه بانطلاقته محاولات كتير جدية وحسيسة لتقدر تأمن الحريات وبذات الوقت تكون عم بتأمن الانتظام العام. أنا اليوم جوجل متحكمة بالعالم، أنا عم بعمل أبليكيشن نزل على الإنترنت، ما بعيز حدا ولا دولة ولا سيد الدولة ولا حدا، أنا بحكي مع جوجل بعمل بدية بنظم أنا وياها البدية، بتوافق جوجل؟ عممت أنا الأبليكيشن تبعي على العالم لسيادة الدولة لناطر رأي الدولة اللبنانية. هيدا الموضوع فيه تحديات كتير كبيرة، إنه اليوم إذا واحد بيفتح حسابه جوجل بتفتح له باب ما بترد على سيادة الدولة إذا في شيء بهالدولة ما هو مسموع. أواخر القرن الماضي شهد العالم ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعل تطور شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وانتشار تقنيات الاتصال الحديثة وتزايد تطبيقها في مجال الإعلام، مما ساهم في ظهور وسيلة جديدة في نقل الخبر باتت تعرف مع مرور الوقت وازدياد رقعة انتشارها بالإعلام الإلكتروني. المؤتمر الأول من نوعه بعد فورة الإعلام الإلكتروني طرح إشكالية هامة جدا، وهي وجود قانون جديد عملي وعصري لتنظيم هالقطاع. وإلى حين إقرار قانون جديد للصحافة الإلكترونية لتنظيم هالقطاع اللي بيشغل نحو 5000 لبناني، بيبقى أنه كل نقطة بداية هي ثورة بحد ذاتها. فكيف إذا كان بالإعلام يلي يكاد يحتل السلطة الثانية المباشرة بعد رؤساء الدول، حتى لو صنف ضمن السلطة الرابعة بالتراتبية الإعلامية والسياسية، ويلي حرك ذات يوم ثورة بشوارع مصر عبر الإنترنت وألقى الضوء على ثورة سوريا بوقت اللي النظام عمل المستحيل تيخبي، بيستحق أنه يتسلط عليه كل الأضواء وأنه ينال حقه بقانون جديد عصري بليق فيه، من دون أنه يسقط من حسابه أنه نكهة القهوة عريحة ورق الجريدة الصباحية هو أيضا نبيد المزاج الإعلامي نبيد الصحافي.